نبدو في المحاضرة اللي بعدها اللي هي جيبسون برودكت أو مادة الجبس. مادة الجبس كيف بنستخدموها في طب الأسنان، يعني كيف نستفيد منها؟ بالنسبة لمادة الجبس أو نقولوا عليها Model and Die Material، Model and Die Material أو جيبسون برودكت. Model، شنو هو تعريف الموديل؟ is the positive replica of teeth and or the associated supporting tissue of the jaw. يعني الموديل هو تعريفه انه هو positive replica. قلنا الامبريشن كان negative replica، الموديل هو البوزيتيف replica، هي الصورة الموجبة للأسنان والأنسجة المحيطة بها متاع الخاصة بالمريض. أنا ناخذ إمبريشن للمريض ونصب فيه مادة الجبس، هكي نتحصل على الموديل. الموديل وكأن فم المريض موجود عندي، بهي أسنانه، شن هي السن المسوسة، شن هي السن اللي مفقودة، مثلا شكل الجوز متاعه. داي is the model of the single tooth، يعني هي الموديل متاع سن واحدة نقوله عليها داي. التعريفات مهمة، ممكن تجيك في صورة true or false وإلا صورة MCQ. جيبسوم is the natural mineral material، is a natural mineral يعني معدن طبيعي، and chemically كيميائيا it is calcium sulfate dehydrate، يعني هو عبارة على calcium sulfate dehydrate، يعني كيميائيا عبارة التركيبة الكيميائية بتاعته أن هو calcium sulfate dehydrate، يعني لا مائي. لما يكون في صورة باودر بيكون لا مائي، لما نخلطه بالمية يولي dehydrate. هذا الشكل اللي هو الموديل. الصورتين هما عبارة على موديل positive replica للأسنان والأنسجة المحيطة بها، والصورة الثانية اللي هي صورة داي اللي هي positive replica of single tooth، positive replica of single tooth يعني هنا موديل لكن لسن واحدة نقوله عليها داي، يعني داي اللي هي موديل لكن لسن واحدة. Requirement of dye and model material، شنو المتطلبات اللي مفروض تكون في الداي والمودل ماتيريال؟ It should have high strength to resist breakage، يعني لازم يكون عندها قوة كافية باش ما تتكسرش بسهولة، باش تقاوم الكسر. Should be hard to resist scratching and damage during use، لازم يكون السطح متاعها hard enough باش أن الفني لما بيجي يشتغل عليها ما تتخبشش بسهولة ويصير فيها damage بسهولة. It should be able to reproduce the fine details of the impression material، أنا زي ما نبي الإمبريشن ياخذ fine details متاع فم المريض، نبي الداي والمودل ماتيريال تاخذ الفاين ديتيلز متاعت الامبريشن، لان على ضوء الفني بيخدم لي تركيبه ثابته ولا تركيبه متحركه والا يعني بيخدم لي ممكن حتى تقويم. It should remain dimensionally stable، لازم يكون dimensions متاعها ثابته، ما يصيرش فيها contraction هلبه والا شرينكج هلبه. It should be compatible with the impression material، لازم تكون متناغمة أو يعني مع الامبريشن ماتيريال، يعني ما تتفاعلش معها وما تتأثرش بيها وما تغيرش في خصائصها، هما اثنين ما يأثروش في بعض وما يغيروش في خصائص بعض. Good color contrast with the other material، لازم يكون في عندها اللي هو لونها مختلف على المواد الثانية، على الامبريشن ماتيريال وعلى الشمع، لأن حتى الفني مرات بيضطر يحط شمع عليها وبيخدم بالشمع عليها، فيكون في اللون متاعها مختلف عليهم. Easy to use and affordable، يعني سهلة الاستخدام والسعر متاعها ما يكونش غالي هلبة. Effect of heating gypsum in air، calcination reaction، يعني لما ناخد مادة الجبس الخام ونسخنها في الاير، calcium sulfate dehydrate when heated in air درجة حرارة 110 إلى 130 it become calcium sulfate hemihydrate، يعني لما نسخن calcium sulfate dehydrate درجة الحرارة متاعته 110 إلى 130 يفقد جزيئات المية اللي فيه ويولي calcium sulfate hemihydrate. باهي in dentistry، في طب الأسنان gypsum product are supplied in form calcium sulfate hemihydrate powder، يعني الجبس المستخدم في الأسنان كيميائيا بيكون متكون من calcium sulfate hemihydrate، يعني لا مائي، calcium sulfate ما فيش فيه جزيئات المية.
عندي عدة أنواع من الجبسم برودكت. بالنسبة للأسنان في عندي it's classified into five classes. Type 1 plaster impression, type 2 model plaster, type 3 dental stone, type 4 high strength stone, type 5 high strength high expansion dental stone. لازم تحفظوهم. تايب 1 شن هي بالاسم بتاعها، كل واحد فيهم هم كلهم نفس التركيبة الكيميائية، لكن في فروقات بسيطة بيناتهم، وكذلك فروقات في الاستعمال وفروقات في نسبة تخليطهم مع الماء، فلازم تعرفوهم كويس لأن في الامتحان جي عدة أسئلة في المحاضرة هذه. المحاضرة هذه مهمة هلبة، وفيها هلبة أسئلة. هذا كله عبارة على جبسم برودكت، لكن كل واحد فيهم يختلف عن الثاني، يعني كيميائيا نفس المادة، لكن في ممكن في عندي تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 اللي هي استخداماتهم ونسبة تخليطهم مع الماء هي اللي بتختلف. All types of gypsum product are chemically the same, but they are different in what. يعني كلهم الأنواع الخمسة هادو اللي سميناهم type 1 و 2 و 3 و 4 و 5 كيميائيا نفس المادة، باهي calcium sulfate هيمي هيدريت، لكن الاختلاف متاعهم في شني the method of manufacture، طريقة التصنيع متاعهم. يعني type 1 تختلف على 2 في طريقة التصنيع، على 3 على 4 على 5. Particle size, shape and form، كذلك الحبيبات متاع الباودر السايز متاعها حجمها وشكلها تختلف. Water powder ratio، نسبة الماء المستخدمة للباودر تختلف. Physical والميكانيكال properties متاع كل صنف تختلف على الصنف الآخر. Use in dentistry، كذلك الاستخدام، كل واحد فيهم عنده استخدام خاص به. أول حاجة manufacturing different types of gypsum product. Type 1 و Type 2 كيف نصنعوهم؟ They are manufactured by heating gypsum in air at 120. يعني نصنعوهم أن احنا ناخذ مادة الجبس الخام ونسخنوها في الهواء الطلق درجة الحرارة 120 درجة مئوية. الباودر كيف شكلها؟ irregular in shape، يعني حبيبات الباودر irregular، مش متساوية، ولارج وبورس، يعني حجمها كبير وبورس، يعني مسامية. تايب 3 كيف نصنعوها؟ It's manufactured by heating gypsum in autoclave with steam pressure. يعني احنا نسخن مادة الجبس الخام في autoclave، يعني بنعرضوا لي حرارة وبنعرضوا لي ضغط، ودرجة الحرارة 120 إلى 130. The particles are smaller, more regular in shape and less porous. يعني تايب 3 حجم الحبيبات متاعها بيكون أصغر من تايب 1 و 2، والشكل متاعها مساوي أكتر وأقل مسامية، يعني الفروقات في طريقة التصنيع وفي شكل الباودر هنا نتكلم عليهم. نجيك في الامتحان ممكن نسألك أما نوع اللي هو نصنعوه في الأوتوكليف فتختار تايب 3، أما نوع اللي هو نسخنوه في درجة حرارة 120 open air تختار تايب 1 وتايب 2. تايب 4 is manufactured by boiling gypsum in a 30% calcium chloride or magnesium chloride solution. طريقة التصنيع متاعها أن احنا نسخنوا مادة الجبس الخام في أو نغلوها في محلول يتكون من 30% كالسيوم كلورايد أو مغنيسيوم كلورايد، محلول مائي يحتوي على 30% كالسيوم كلورايد أو مغنيسيوم كلورايد، ونوصله لدرجة الغليان ونحطه مادة الجبس فيه. The particles are smallest and most regular and least porous. هنا البارتيكل متاع تايب 4 أصغر حاجة وأكثر حاجة منتظمة في الشكل وأقل مسامية، باهي. تايب 5 النوع الخامس is manufactured in the same way type 4 except that type 4 contain additional salts to reduce its expansion. يعني type 5 نصنعوه بالضبط زي type 4 باستثناء أن type 4 ضايفين له أملاح إضافية، يعني ضايفين له أملاح إضافية، يعني 4 و5 يتصنعوا بنفس الطريقة، لكن الفرق بيناتهم أنهم هما تايب 4 يحتوي على أملاح إضافية مش موجودة في تايب 5. Water powder ratio، نسبة الماء للباودر
theoretically حطوا تحتها خطين، يعني نظريا يعني نتيجة التجارب المعملية لقوا أن 100 جرام من الباودر تحتاج إلى 18.6 ملي لتر of water to make calcium sulfate dihydrate. يعني نبي لكل 100 جرام، وهذا نظريا كلام نظري ما هوش عملي، لقوا أن لكل 100 جرام باش يخلطوه يبو 18.6 ملي متر من الماء. However, more water is needed for 100 gram of water in order to produce homogeneous workable mixing. يعني لكن لما بيجوا طبقوا الكلام هذا النظري على الواقع، اجوا في المعمل خدوا 100 جرام مية، 100 جرام باودر، وحطوا لها 18.6 ملي لتر مية، وجوا خلطوهم لقوا ان كمية المية ما هياش كافية باش تخلط. يعني عمليا however more water is needed. لما جينا على ارض الواقع اكتشفنا نحن نبو مقدار مية اكتر من 18.6 باش نتحصل على homogeneous workable mix، يعني مادة أو خليط نقدروا نخدموا به. The excess water in final product will present as a free water that eventually evaporate over 7 days leaving sit mass porous. يعني حتى لما بنضيف المية ما نضيفش هلبة، لأن المية الفايضة بتقعد في الست جبس، يعني في مادة الجبس اللي صار لها ستينج وجفت وجمدت، المادة الفايضة هذه بعد بتقعد تتبخر على مدى 7 أيام، ولما تتبخر المية شن بيصير لي؟ الموديل متاعي بيولي بورس، يعني بيولي مسامي هلبة، وبالتالي بيولي هش وسهل الكسر. لقوا أن كل تايب عنده نسبة مية خاصة به ما تزيدش عليها. يعني حتى لما بنزيد المية ما نزيدهاش عشوائيا، كل تايب عنده مقدار مية خاص به. More water is used the more necessary, more than necessary, more porous model and it will be less hard, very weak product. يعني لو أنا حطيت المية أكثر من الضروري وأكثر من اللازم حتتبخر المية وبتخلي لي الموديل هش هلبة وسهل الكسر هلبة. The difference in particle size, shape and porosity of each type lead to differences in water powder ratio. يعني نتيجة الفروقات في الباودر سايز، يعني حجم الباودر وشكلها والبوراستي متاعها، أدى هذا إلى اختلاف نسبة المية. يعني نسبة المية نستخدمها لتايب 1 و 2 غير اللي نستخدمها لتايب 3 غير اللي نستخدمها لتايب 4 و 5، نتيجة أن حبيباتهم أساسا هذه الأنواع تختلف على بعض، فبالتالي أدى هذا إلى اختلاف نسبة المية المطلوبة. الجدول هذا مهم، والنقاط اللي قلتها كذلك مهمة، أن الفرق في البارتيكل سايز وشيب وبراستي هي اللي أدت للفرق في الووتر باودر ريشيو. الجدول هذا مهم. موديل بلاستر يحتاج إلى كل 100 جرام يحتاج إلى 50 إلى 60 ملي لتر مية. الدنتل ستون اللي هو تايب 3 يحتاج كل 100 جرام يحتاج إلى 30 ملي لتر مية. تايب 4 وتايب 5 كل 100 جرام يحتاج من 20 إلى 22 ملي لتر مية. يعني ما نزيدش على نسبة المية هذه. يعني مثلا تايب 1 وتايب 2 يحتاج كل 100 جرام يحتاج إلى 50 أو 60 ملي لتر مية. يعني ما نجيش نخلطه ب 80، بعد مدة المية الزايدة بتتبخر وبالتالي الموديل بيكون هش وسهل الكسر. Sitting time كذلك الوقت المطلوب باش يصير للسيتنج. Is the time elapsed from the beginning of mixing until the material is completely hard. يعني sitting time تعريفه هو الوقت المطلوب باش أو الوقت اللي يمر من أول ما نخلط لغاية ما يصير لي complete sitting، يعني المادة تجمد تماما. والsitting time بيتقسم إلى عدة stages. يعني أول حاجة mixing time، يعني من الاسم اللي هو التايم المطلوب للتخليط. تايم elapsed from start of mixing until having homogeneous workable mass، يعني هو الوقت المطلوب من اللي نبدا نخلط لغايه ما نتحصل على كتله يعني سهل الخدمه بها، يعني كتله متجانسه وسهل الخدمه بها.
هذا نقول عليه working mixing time. Working time is the time available to use the workable mix with the even consistency. It's the time available to mix and pour the gypsum product from the impression. Working time يعني من أول ما نخلط لغاية ما نحط ونتحصل على homogeneous mass ونحطها في الامبريشن بتاعي. يعني الworking time من أول ما نبدأ نخلط لغاية ما نحطها في الامبريشن بتاعي. باهي إذا الميكسينج تايم من أول ما نخلط لغاية ما نتحصل على homogeneous mass. الworking time من أول ما نخلط لغاية ما نحطها في الامبريشن بتاعي. Loss of gloss, فقدان اللمعة معناها فقدان اللمعة. When the mix start to lose of its gloss, it indicate the beginning of the setting reaction. يعني لما الميكس متاعي يبدأ يفقد اللمعة متاعته أول ما نخلطه ونتحصل على homogeneous mass السطح متاعي يبدأ لامع يعكس في الضوء، لكن أول ما يفقد اللمعة متاعته والسطح متاعي يولي دل ما يعكسش فيه ضوء معناه أنا هنا بادي في السيتنج متاعه. كيف بدي عملية السيتنج رياكشن؟ بدي في عملية السيتنج رياكشن. Initial setting time is the time elapsed from the start of mixing until initial setting, not completely set. At this stage, the product is weak but not flowable. Initial setting time يعني هو من أول ما بديت نخلط لغاية ما المادة بدأ فيها setting بدأت تجمد بشوية بشوية، يعني بدأت تجف بشوية بشوية لكن ما جفتش تماما. يعني أنا مرات السطح متاعي فوق جاف لكن القلب متاعها مش جاف، لو أنا مسيتها في المرحلة هذه تتكسر. يعني بدت تجف وما هياش فلوبل، يعني ما هياش ما عادش تنتشر زي قبل. باهي اللوس اوف جلوس يعني بادي السيتنج رياكشن لكن ما زالت فلوبل، لكن انيشال سيتنج تايم أن هي بادي السيتنج رياكشن وبدت تجمد بشوية بشوية وما عادش فلوبل. Final setting reaction, the time elapsed from the beginning of mixing until complete setting of the product. The model is very hard and strong to work upon. Final setting time takes several hours after mixing. Final setting reaction هو الوقت اللي من أول ما بدأت ما نخلط لغاية الميكس متاعي صار لكمبليت سيتنج ولا كمبليتلي هارد و فيري سترونج، يعني ولا ناني نقدر نخدم عليه بكل سهولة وما نخافش أنه هو يتكسر أو يتخبش. عادة الفاينل سيتنج تايم تيك سيفرال أورز يعني ياخد عدة ساعات، يعني الفاينل سيتنج رياكشن الوقت متاعه ياخد عدة ساعات. باهي باش تتحول المادة من الهوموجينيوس ميكس لغاية complete setting. Ready to use stage is the time at which the set material can be handled safely without fear of a fracture. Usually when 80% of compressive strength is obtained, usually it's after one hour. Ready to use stage هي المرحلة اللي أنا نقدر نتصرف مع الموديل متاعي وما نخافش أنه هو يتكسر. وعادة ready to use stage يكون بعد ساعة تقريبا من عملية التخليط ويكون الcompressive strength متاعته واصلة 80%، واصلة 80%. ومع هذا باش أنا نكون في safe side نخليه حتى ساعتين ثلاثة، هيك نضمن أن عملية السيتنج تمت بشكل تام والكمبرسيف سترينت متاعته وصلت لأقصى درجة ونقدر نتصرف معاه ونخدم عليه وما نخافش أنه هو يتكسر أو يصير فيه سكراتشنج. كل تعريف لازم تفهموش إن هو، لأنه ممكن يجيك في سؤال MCQ أو ممكن يجيك في سؤال اللي هو صح أو خطأ. كل تعريف لازم تفهم شن هو وسهل جداً. أول حاجة mixing time من الاسم اللي هو أنا خلطت لغاية ما تحصل على homogeneous mix. Working time أنا من أول ما خلطت لغاية ما صبيتها في الimpression. Loss of gloss يعني أنه هو بدأ يفقد في اللمعة متاعته و still flowable لكن بدأ يفقد في اللمعة متاعته وهيك. Setting reaction كيف بادي فيه. Initial setting time كذلك واضح من الاسم أنه هو بادي فيه setting reaction لكن معادش flowable.
والمادة بتتجمد لكن ما هياش سيفة أننا نقدر نمسها ونتصرف معها أو نخدم عليها، لأن هنا صحية بادية تجمد وبادية تجف لكن قاعدة هشة يعني تتكسر في أي لحظة. Final Sitting Reaction من الاسم واضح أن السيتنج متاعه اهتم وأنه هو hard enough وكان ونقدروا نشتغلوا عليه. وريدي تو يوز ستيج كذلك من الاسم متاعها ان هي واضحه ان هنا السيتنج متاعها اهتم تماما ووصلنا لدرجه نسبه 80% من الكومبرسيف سترينث ونقدروا نشتغلوا عليه بكل راحه وسيفتي. ميجرينج ذا سيتنج تايم كذلك هذه موضع سؤال، كيف انا نتاكد ان الماده بدي صار لي فيها سيتنج ونقدر نشتغل عليها. في عندك ثلاثة وسائل باش نديروا نقيسوا بيها السيتنج تايم. الوسيلة الأولى لوس اوف جلوس يعني فقدان اللمعة، هيك بادي فيه سيتنج رياكشن. لما يفقد اللمعة بتاعته هيك بادي فيه سيتنج رياكشن. اتس نوت اكيوريت ميثود، ومع هذا الطريقة هذه ما هياش دقيقة. وعادة ستارت فيو او مينيت افتر انيشال سيتنج يعني ما هياش طريقة دقيقة، لكن على الأقل تعطيني indication يعني تعطيني دلالة على أن setting بادي. temperature raise يعني ارتفاع درجة الحرارة. since the setting reaction is exothermic لأن مادة الجبس setting reaction متاعها منتج للحرارة، فبالتالي لما نمس المزيج متاعي نلقى أنه هو ساخن. لما ترتفع درجة الحرارة هذا يعني أن فيه setting reaction، يعني لما نمس المادة متاعتي ونلقى أنها هي سخنة نلقى أنها هي ساخنة، معناها هنا setting reaction بادي. وكذلك الطريقة هذه ما هياش دقيقة، إذا loss of gloss والtemperature rise ما همش طرق دقيقة. أما لشن هي الطريقة الدقيقة؟ تست يقولوا له penetration test يعني الاختراق، اختبار الاختراق. it's accurate method هي هذه الطريقة الدقيقة باش نقيسوا setting reaction متاع الماتيريال by using a certain needle يعني استخدموا needles خاصة بالاختبار هذا. penetration test depend on the resistance of the set gypsum for the penetration by special needle يعني في إبرة خاصة نجي نحاول ندخلها في الكاست متاعي. لو الإبرة اخترقت الكاست معناها السيتنج مازال ما تمش، لو الإبرة متاعتي ما اخترقتش الكاست معناها السيتنج بدأ وهي هذه الطريقة الدقيقة. في الامتحان ممكن نجي نسألك شن هي الطريقة الدقيقة، اختار للطريقة الدقيقة، أو ممكن نسألك عدد للطرق متاعت measuring the setting reaction أو time of the gypsum product. setting time can be controlled by either manufacturer or operator factors يعني في عوامل يتحكم فيها المصنع وفي عوامل يتحكم فيها المستخدم أو يعني الطبيب أو الفني اللي بيستخدم المادة. عوامل المصنع يعني المصنع اللي بينتج لي مادة الجبس. fineness of the powder كل ما تكون الباودر fine the more fine the powder particles the less setting time يعني كل ما تكون الباودر fine ناعمة كل ما يكون setting time أقل. النقطة الثانية impurities اللي هي الشوائب، وجود الشوائب كذلك يأثر في عملية setting والشوائب هذه من المصنع. presence of impurities accelerate or retard the setting reaction accelerate the setting reaction يعني وجود الشوائب يسرع من setting reaction. لو المادة ما هيش نظيفة وصافية فالشوائب هذه بتسرع من عملية setting reaction. accelerator or retarder يعني ممكن المصنع يضيف لي مادة مسرعة اللي هي accelerator وإلا مادة مبطئة أو مطبطة للتفاعل يعني modifiers يعني محسنات أو محسنات للمادة. it modify the setting time يعني الموديفايرز هما يغيروا في setting time. potassium sulfate is accelerator يعني يضيفوا مادة البوتاسيوم سلفيت كمادة مسرعة ويضيفوا في مادة البوراكس كمادة مبطئة. فأنت لما بتجيب تشري مادة الجبس بتشوف هل هو أنت تبيه مثلا سريع فتاخذ المادة اللي فيها المسرع الأكسلريتر. لو أنك أنت مثلا نوعك تخدم براحتك وما تبيش السيتنج رياكشن بتاعي يكون سريع فتاخذ المادة اللي فيها البوراكس لأن البوراكس هو المبطئ بتاع التفاعل.
هذه العوامل بتاعت المانيفاكتشر فاكتورز. اما العوامل بتاعت الاوبريتور المستخدم اللي هو ممكن يكون الطبيب او ممكن يكون الفني، ووتر باودر ريشيو نسبه الماء للباودر. بكري وريت لكم الجدول ووريت لكم كل 100 جرام من كل نوع قداش تستحق لي ميه باش نحصلوا على ميكس كويس. لكن لو انا زدت درت هاي ووتر باودر ريشيو يعني نسبه الميه اكثر من اللازم، it result in thin mix and this retard the sitting time. يعني لو استخدمت الميه اكثر من اللازم الميكس متاعي حيكون سايل هلبة ويحتاج sitting time اكثر، يعني retard sitting time يعني يحتاج وقت اطول من اللازم باش يصير له sitting. لو انا استخدمت low water powder ratio يعني نسبه الميه اقل من اللازم it will result in thick mix، يعني الميكس متاعي حيكون سميك هلبة وبالتالي accelerate the sitting time يعني بتسرع من sitting time، يعني بتكون sitting time أقل يعني أقل من اللازم، يبي وقت أقل من اللازم باش يصير له sitting. فديما حطوا في بالكم يا دكاترة أننا لما نزيد نسبة المية الميكس متاعك بيكون تن وبالتالي بياخذ وقت طويل باش يصير له sitting، ولو أننا نقصت نسبة المية الميكس متاعي بيكون ثك يعني سميك هلبة وياخذ وقت قصير باش يصير له sitting. العامل الثاني في الأوبريتر فاكتور اللي هي mixing time and rate يعني معدل التخليط. لو أننا نخلط بسرعة عملية التخليط متاعتي بسرعة ويقول لك انا هو مثلا الميكسينج تايم دقيقتين ات ويل اكسلريت ذا سيتينج تايم باهي. وبعدين عندك العامل الثالث اللي هو التمبريتشر كذلك درجه الحراره. درجه الحراره نتاع الميه اللي بنخلط بها لو درجه الحراره من 20 الى 50 اكسلريت ذا سيتينج تايم، لو درجه الحراره بتاعتك 50 no acceleration باهي. يعني لو انا درجة حرارة متاعتي في الاول من 20 مش 50 ميتا مورت نقوله 45 هذا بيسرع من sitting time. لو انا درجة الحرارة متاع المية اللي بخلط بها 50 مش هتأثر في sitting time يعني مش هتتسرع او تتبطأ. لو درجة الحرارة متاعتي اكتر if it is more than 50 لو درجة الحرارة متاعتي اكتر من 50 retardation of sitting يعني بيصير لي retardation يعني sitting بيبدأ يبطأ بيكون بطيء أبطأ من اللازم. لو درجة الحرارة متاع المية متاع 100 يعني مية مغلية no sitting will occur يعني مش حيصير لي sitting أساسا يعني بنخلط لكن مش حيصير sitting باهي. النقاط هذه مهمة هلبا يا دكاترة بتجي في عدة صور يعني الجدول هذا مهم ينحفظ كيف ما هو يجي ممكن true or false وإلا MCQ. Properties of the gypsum product خصائص الجبسم product أول حاجة اللي هي dimensional changes التغيرات في الدايمنشن في الأبعاد. Sitting expansion there is expansion it's the expansion accompanied with the sitting يعني sitting expansion هو التمدد اللي عادة يترافق مع التفاعل متاع sitting. Factors controlling the sitting expansion يعني في عندي عوامل تتحكم في sitting expansion. أول حاجة water powder ratio the less water powder ratio the greater sitting expansion يعني لازم أنا نستخدم الwater powder ratio المضبوط. لو أنا نقصت نسبة الwater المطلوبة عن اللازم بيصير عندي sitting expansion أكثر باهي. وكذلك وجود الكيميكالز المواد الكيميائية الريتاردرز والأكسلريتر. In general chemicals decrease the sitting expansion يعني وجود المواد الكيميائية هذه بصفة عامة ينقص من sitting expansion ينقص من التمدد المترافق مع sitting. Mixing time اللي هو الوقت المطلوب لي باش ندير عملية ميكسينج. Increasing mixing time increase sitting expansion. لو أننا المصنع قال لي الميكسينج تايم حوالي دقيقتين يعني الوقت اللي باش نخلطه ونتحصل على homogeneous mass دقيقتين، لو أننا خلطت خلال 5 دقائق بيصير لي بيأدي هذا إلى increase sitting expansion. العوامل هذه كذلك مهمة يا دكاترة جي في أسئلة.
النوع الثاني من الاكسبانشن اللي هو يقولوا له هايجروسكوبيك اكسبانشن. هايجروسكوبيك اكسبانشن اللي هو التمدد المترافق في وجود ماء. It's the expansion of the gypsum when it's allowed to sit underwater during the initial stage of sitting. يعني هو الاكسبانشن التمدد اللي يصير في مادة الجبس لو انني حطيت مادة الجبس في مية اثناء الـ initial stage of sitting، يعني لما هو كيف بادي يجف ويجمد نوض نحطه في مية. Factors controlling hygroscopic expansion، شن هي العوامل اللي بتتحكم في الهايجروسكوبيك expansion؟ Time of immersion in water، يعني المقدار اللي نقعته فيه المية. Increasing time of immersion، immersion increases the hygroscopic expansion، يعني كل ما نزيد الوقت أننا نحطه في المية نقع في المية كل ما يزيد الهايجروسكوبيك expansion التمدد المترافق في وجود ماء. Amount of water added كذلك نسبة أو مقدار المية اللي بنحطها. The more water added يعني كل ما تكون نسبة لو أننا حطيتها مثلا عندي زوز كاستات حطيت واحد منهم في مقدار 50 ملي مية وحطيت الثاني في 100 ملي مية وهما اثنين في نفس المرحلة اللي هي الـ initial sitting time نلقى اللي نحط في مقدار المية أكتر يصير فيه أكتر hygroscopic expansion، يعني لما تزيد نسبة مقدار المية بيزيد الـ hygroscopic expansion. كذلك الـ water powder ratio of the original mix يعني المقدار المية للباودر لما يكون مقدار المية للباودر أقل من الضروري ولا؟ بيكون عندك هايجروسكوبيك اكسبانشن اكتر، يعني لو انا خلطت واستخدمت مقدار المية اقل من اللازم وحطيت المادة لما صار لها initial sitting حطيتها في المية هنا بيصير لي هايجروسكوبيك اكسبانشن اكتر لو انا حطيت مقدار المية المضبوط اثناء التخليط. يعني انا مثلا عندي زوز كاستات واحد خلطها بمقدار المية المضبوط يعني نسبة المية للباودر متاعتها كانت مضبوطة والثاني نسبة المية للباودر كانت أقل وهم اثنين حطيتهم في نفس مقدار المية نلقى أن اللي التخليط اللي خلطته بمية أقل بيصير فيها هايجروسكوبيك إكسبانشن أكتر من اللي خلطته بمقدار المية المضبوط. Strength العامل الثاني اللي هو القوة. Gypsum products are brittle material يعني مادة هشة عندها high compressive strength but low tensile strength يعني مادة الجبس الكومبرسيف strength متاعها عالية لكن التنسايل strength متاعها منخفضة. فمادة أي مادة تنسايل strength متاعها منخفضة بتكون brittle material يعني هشة سهلة الكسر. The strength of the gypsum product increases rapidly as the material sets. يعني كل ما المادة تتحول من صورة soft لصورة hard كل ما القوة امتاعها بتزيد. Factors affecting the strength في عندي عوامل بتأثر في strength متاعت الموديل material. أول حاجة type of the gypsum product يعني نوع الجبس product في عندي 1, 2, 3, 4, 5 بيختلفوا في القوة. Type 2 و Type 3 are stronger than Type 1. Addition of chemicals كذلك إضافة المواد الكيميائية retarders and accelerators. إضافة المواد الكيميائية decreases the strength. Chemicals decreases the strength. المواد الكيميائية هذه بتنقص في القوة. Water powder ratio. High water powder ratio weaker product. يعني كل ما نزيد نسبة المية أكثر من لازم للباودر يعني ما نستخدمش مقدار المية المضبوط استخدمت المية أكتر من اللازم كل ما يكون البرودكت ويك. بكري قلت لكم لما نخلطوا مقدار المية أكتر من اللازم المية الزايدة شو بيصير لها بعد ما الموديل صار لسيتنج المية الزايدة بتتبخر وبالتالي الست برودكت أو الست كاست بيولي برس يعني بيكون مسامي هلبة وسهل الكسر. Increasing mixing time يعني لو أنا خلطت وقت أكتر من اللازم لو أنا هو قال لي mixing time متاعي دقيقتين يعني خلطة خلال دقيقتين أنا خديت خمسة دقايق. Increasing mixing time beyond the limit it will decrease the strength كذلك لما نزيد وقت التخليط هذا بينقص من القوة متاعت الموديل أو البرودكت. Uses الاستعمالات كل نوع عنده استعمال خاص به. Type 1 اللي هو الإمبريشن بلاستر. Type 1 الإمبريشن بلاستر it's used as impression material for edentulous patient
إذا النوع الأول نستخدمه كإمبريشن ماتيريال للإيدنشيلس بيشنت اللي هو نقوله له اسمه إمبريشن بلاستر. تايب 2 الموديل بلاستر، اسمه الموديل بلاستر. هذه سلايد مهمة هل بتجي في الامتحان. It's used as a primary model or cast. في محاضرات الامبريشن، في محاضرة الامبريشن الأولى شرحت لكم شن هو البرايمري امبريشن وشن هو السكندري امبريشن، وقلت لكم أن البرايمري امبريشن ناخده منه برايمري موديل والسكندري امبريشن ناخده منه سكندري موديل أو سكندري كاست. بهي إذا تايب 2 اللي هو الموديل بلاستر اللي هو البرايمري موديل، تايب 2 اللي هو البرايمري موديل. Type 3 dental stone, it's used as a secondary or master model. Type 3 اللي هو dental stone. Type 3 dental stone هو السكندري او الماستر موديل اللي هو نطلعه من السكندري امبريشن. Type 2 نطلعه من البرايمري امبريشن. وتايب 3 نطلعه من السكندري امبريشن. نعاودوا تايب 1 الامبريشن بلاستر او البلاستر اوف باريس اللي نستخدمه كامبريشن ماتيريال فور ذا ايدنشيلس بيشنت. تايب 2 اللي هو اسمه موديل بلاستر ونستخدموه كبرايمري موديل، كبرايمري موديل ونطلعوه من البرايمري امبريشن. تايب 3 دنتال ستون اتس يوز از ا سكندري اور موديل موديل اور ماستر موديل اللي هو نطلعه من السكندري امبريشن. تايب 4 High strength stone is used for constructor harder and stronger model and die for single dies. يعني وtype 5 اللي هو used also when high expansion of die is needed. Type 4 و 5 عادة يستخدموا للكراون. Type 1 و 2 و 3 شائع استعمالهم أكثر. ادفانتج وديس ادفانتج، المميزات متاع الجبسون برودكت بصفة عامة. Dimensional stability and accuracy is good، يعني اللي هي stability متاعها كويسة والدقة متاعها كويسة لو ان الامبريشن متاعك كويس وخلطت الجبسون برودكت بطريقة مظبوطة وصبيتها بطريقة مظبوطة حيعطيك accurate model. They have good color contrast، عندهم ألوان مخالفة للإمبريشن بالتالي تقدر تميز ما بين الإمبريشن وما بين الموديل. وبعدين عندنا الديسادفانتج اللي هي mechanical properties is not ideal resulting in fracture during the careless handling and they are not always having sufficient hardness. يعني الخصائص الميكانيكية ما هياش كويسة ومية في المية، بالتالي ممكن يتكسر لو أن احنا تعاملنا معاه بطريقة مش ما فيهاش حذر، يعني ممكن حطيتها بالقوة على الطاولة ينقسم على اثنين ويتفتفت عادي، فلازم نتعامله معاه بحذر لأن الميكانيكال بروبرتيز بتاعته ضعيفة. هنعاود الادفانتج لان السلايد بكري زي اللي اتلخبطت. الادفانتج دايمنشنال ستابيليتي از اند اكيورسي از جود، يعني ثباته والدقه بتاعتها كويسه. They have good color contrast، يعني في عندها الوان مخالفه لالوان الامبريشن. Inexpensive and easy to use، يعني تعتبر ماده ما هياش غاليه وسهله الاستعمال. The disadvantage العيوب متاع mechanical properties are not ideal resulting in fracture in case of careless handling because they have not the sufficient hardness. يعني الميكانيكال بروبرتيز متاعتها مش تمام وبالتالي لازم نتعامل معاه بحذر. يعني قلنا احنا بكري ان هو الكمبرسيف سترينث متاعتها عاليه لكن تنسال سترينث متاعتها منخفضه، بالتالي بريتل ماتيريال، يعني لو انا خبطتها بالقوه او حطيتها على الطاوله بالقوه ممكن ينقسم ويتكسر ويتفتفت. الديس ادفانتج الثانيه سم امبريشن ماتيريال كوزس سلايت سوفتنينج اوف ذير سيرفيس. يعني هذه لو تتذكروا في الالجينات اتكلمنا ان في انواع امبريشن معينه
ممكن تأثر على خصائص السطح متاعها، لكن تجاوزوها بواسطة إضافة مواد للإمبريشن هذه، بالتالي ما عادش تأثر في السطح متاع الجبس برودكت. Sometimes poor surface detail reproduction، في بعض الأحيان ممكن يعطيني يعني poor details، ما يعطينيش خصائص يعني details واضحة، وأنا نعتبر هذا ممكن خطأ في التخليط أو خطأ في صبان الجبس في الإمبريشن متاعك. لو أن الإمبريشن متاعك واخد الديتيلز بطريقة كويسة وانت خلطت الجبس بطريقه كويسه وصبيتها صح وحطيتها على الفايبريتر، بالتالي حيعطيك موديل كويس. لكن لو ان انت طلع لك بور سيرفيس، اعرف ان هذا ماهوش عيب في الماده، ممكن خطا في اثناء التخليط او خطا في اثناء عمليه الصبان. هذا جدول هذا جدول مداير لك باختصار الفروقات ما بين الفروقات نتاعت الميثود اوف برودكشن، يعني طريقه التصنيع، والبارتيكل سايز وشيب، والووتر باودر ريشيو، والسيتنج اكسبانشن، والكومبرسيف سترينث، هاردنس، بوراستي، والاستخدامات، ما بين البلاستر اللي هو تايب 1 ودنتل ستون واللي هو تايب 3 والهاي سترينث ستون. وهذه هي نهاية المحاضرة يا دكاترة، إن شاء الله موفقين. محاضرة هذه مهمة هلبة، فيها هلبة أسئلة، انتبهوا للنقاط اللي تكلمت عليها. موفقين.